الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا الذنوب والمعاصي، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، فإن الواجب على المكلف أن يضبط ظنونه وقناعاته بميزان الشرع، وأن يجعلها واقفة عند حدود الشرع في أوامره ونواهيه، مستفرغًا في ذلك جهده وطاقته، وذلك لأن الظن تتعلق به الطاعة، إن حسن المسلم ظنه حيث أمر، وتتعلق به المعصية إن أساء ظنه حيث نهي. وأهم أنواع تحسين الظن أن يحسن العبد ظنه بربه، ففي ذلك نيل أمانيه في الدارين. فعن واثلة بن الأصقع رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أخرجه الحاكم وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرًا فله، وإن ظن شرًا فله. أخرجه ابن حبان. عباد الله، كم من أزمات صحية أو مادية فرجها الله تعالى على العبد، وذلك ببركة حسن ظنه بربه، فنشأت له عن ذلك قوة نفس ومناعة، كانا بفضل الله ورحمته وسيلة إلى النجاة، وسيلة له إلى النجاة من الكرب، وسفينة له إلى بر الأمان. وكم من عارض مخوف، وكم من عارض غير مخوف ولا مستعص، لكن لم يتمكن صاحب الظن السيء من اجتيازه، لأن سوء ظنه بربه أضعف نفسه وقاده إلى الاستسلام، فخارت قوته ووهنت عزيمته، انهارت نفسه فانهارت صحته تبعاً لها، وربما وصل الحال به إلى التسخط والكلام بما يرى سوء عاقبته. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن.
أخرجه البخاري. قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى معلقًا على هذه القصة: فربما جازاه الله بالتسخط وبسوء الظن عقابا، فيوافق قدرا يكون سببا إلى أن يحل به ما لفظ به من الموت الذي حكم على نفسه. انتهى كلامه. وتحسين العبد ظنه بربه جناح رحمة، وخوفه إياه هو الجناح الثاني، فبهما الوصول إلى رضا الله تعالى، وليس بينهما تعارض. وإذا دنت أمارات الموت على المسلم عليه أن يغلب جانب الرجاء وحسن الظن، وعلى من عنده ومن حضره أن يذكروه بذلك ويسمعوه ما يحمله على حسن ظنه بالله تعالى. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن من حق المسلم على المسلم أن يحسن به الظن، فالأصل في المسلمين السلامة، ومن الإنصاف ألا يفسر الإنسان أحوال الناس وأفعالهم وأقوالهم المحتملة إلا على أحسن المحامل. ومن دأب على تقديم تحسين الظن بالناس على الوجه اللائق وببصيرة، واستصحب التروي واليقظة والأناة، فقمن أن يسلم منه الناس، وأن يتقي هو من شرور أهل الشر منهم ما لا يستطيع مسيء الظن المتعجل توقيه. نعم، وقبل كل ذلك فهو آت بما أمر به من كف الأذى عن الخلق، والعكس بالعكس. فمن انتهج إساءة الظن وتسرع في إلصاق التهم بالناس من غير وازع يمنعه أو دين يلجمه، فقد عصى ربه الذي نهاه عن سوء الظن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وعصى نبيه صلى الله عليه وسلم القائل: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وهو مع ذلك قد أساء الأدب مع غيره، فهضم الناس حقوقهم وبهتهم، وقد لا يتحقق له ما يصبو إليه من الخلاص من شرورهم، لأنه يستعديهم على نفسه. وقد عد أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى من مكائد الشيطان سوء الظن بالمسلمين، قال رحمه الله: ومن يحكم بشر على غيره بالظن بعثه الشيطان على أن يطول فيه اللسان بالغيبة بعثه الشيطان على أن يطول فيه اللسان بالغيبة فيهلك أو يقصر في القيام بحقوقه، أو ينظر إليه بعين الاحتقار ويرى أو ينظر إليه بعين الاحتقار ويرى نفسه خيرا منه، وكل ذلك من المهلكات. انتهى كلامه. ومن أشنع أنواع إساءة الظن ما وجهه الإنسان إلى ذي خصوصية يقتضي الشرع والعرف الإخلاص والصفاء له، كولي الأمر أو أحد الوالدين أو القرابة اللصيقة، ومن يتعامل معه تعاملا يوميا أو أسبوعيا
لأن إساءة الظن بهؤلاء تناقض ما يجب لهم من حسن المعاملة وترك الغش وبذل الحقوق والصدق في المعاملة. هذا وصلوا على محمد بن عبد الله، قد أمركم الله بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ودمر أعداء الدين، اللهم أضعف قوتهم، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم يا حي يا قيوم كل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم بناصيتهما للبر والتقوى، واجعلنا وإياهما آمرين بالمعروف مطبقين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتطبيق شرعك وتحكيم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعل الجميع رحمة على رعاياهم. اللهم وفق العلماء العاملين والدعاة الناصحين والقضاة العادلين ورجال الأمن أجمعين. اللهم وفقنا وإياهم بتوفيقك، وأيدنا وإياهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، وافتح لهم فتحا قريبا عاجلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا، اللهم فمتعه بالصحة والعافية وأطل عمره على الطاعة، ومن كان منهم ميتا اللهم فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله وأوسع مدخله يا رب العالمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واجمع لنا بين سعادتي الأولى والأخرى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من كان من بيننا مبتلا اللهم فعافه، اللهم من كان من بيننا مهموما اللهم ففرج همه، اللهم من كان من بيننا مريضا اللهم فاشفه، اللهم من كان منا مديونا فاقض دينه يا رب العالمين. اللهم ارزق أبناءنا الزوجات الصالحات، وارزق بناتنا الأزواج الصالحين. اللهم في هذا المكان الطاهر، في هذا اليوم المبارك، في هذه الساعة الشريفة، نسألك أن تنزل علينا جميعا رحمة من عندك، تغفر بها ذنوبنا، تستر بها عيوبنا، تصلح بها نياتنا وذرياتنا وأزواجنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.